هاد الازله لقيت تريكو هذا هو اللي كاين. ها هو البنات شوفوا كي داير، شوفوا كي دايره البنات، قولوا لي في التعليقات ها نتوما كي جاكم 30 درهم البنات، ها نتوما على مزيناتو سخون مجموعه البنات. اذا خساركم كان عشي واحد في الكبر قدي انايا اللبسه والله موت اللبسه كيحمق البنات. شوفوا يا البنات الله سخون على مزيناتو البنات. السلام البنات كي دايرين لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه تاعي، كنتمنى نلقاكم فيديو باحوال جيده. الصراحه توحشتكم بزاف والله الا توحشتكم ما كندير فيديوهات. المهم انسان راكم عارفين تيكون شويه ضاغط مع الخدمه وداكشي وعاد المسؤوليه ديال الدار، راكم نتوما عارفين البنات يعني ما كيكونش الوقت كاع في ندير لكم شي فيديو. فاليوم ان شاء الله اليوم عرفيه البنات، من هذا الفيديو كنبغي نقول لكم عواشر مبروكه، عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول لهنا يا ربي. باش ما كتمنوا ان شاء الله يا اخواتي عزيزات، كاين شي كساوي، كاين شي توجات، كاين شي مسمن، كاين شي حلوى. المهم هذا الفيديو غنحاول نلوح لكم اليوم ان شاء الله، اليوم عرفه باش غدا يبقى لي ديال العيد نتشارك معكم الاجواء ديال العيد كيفاش كدوز مع اللي والده الوليدات يعني اللي عندها وليدات، مع العائله مع الحباب، كاين شي حليوه شي كيكه حتى شي حاجه. المهم انا عين مسمر هذا مونديت عليه صراحه، باقا ما صاوبت لا كيكه لا حتى شي حاجه. انا حاليا دابا دايره الفيديو والله العظيم الا يعني كنت يلا سيره باغا نوجد باغا نصاوب كيكه وداك الشيء، خرج عبد الفتاح حتى صونا ليا قال لي راني درت كسيده والله العظيم. المهم انا كندير الفيديو دابا باقي ما جاش، راه كيقيد مع السيد يقيدو كوستا وداك الشيء، ما عاودش لي اون ديتاي، كندوي مع الشيخي حيت معوه معصب وداك الشيء كنعيط لي كيقطع عليا والله العظيم. سيره كنصور لكم الفيديو جنات نعسات، قلت ما كاين ما يدار ولا خلو بغاش يجاوبني خلي يدبر راسو خلو ندير فيديو انا للبنات. المهم ما نغبرش عليكم وصافي. المهم البنات كما كتشوفوا معايا في العنوان ديال الفيديو، خديت الجنات راني كسيت، ها شكون اللي كسات وليدات، ها طنط شارك معانا. المهم البنات غنشارك معكم داكشي اللي شريت الجنات، راه جنات ناس هادشي راه خازنا عليها. خديت لها البنات غير سيرفيطا كما تشوفوا معايا، هادو البنات خديت عليها ب 80 درهم البنات. المهم خديت انا من الكراج على راكم عارفين تيكون شويه رخاص الماكينه، اما في الحانوت راه ضروري غادي يزيدوا شويه نغزه. المهم كما تشوفوا معايا في الكري وفيها الغوزه البنات، وهاد الجاكيطه ديالها دابا مع البرده البنات يعني ما كاينش بحال هكا شي صور هاد العيد، خصوصا هاد العيد بزاف ها الصور فيطات اللي خارجين كيما تشوفوا معايا. الجاكيطه ديالها زوينه يا البنات، لبستها الحبيبه ديالي بدات خاشيه دوز وما تغلقت. قلت لها واخا حتى العيد ان شاء الله تلبسيها. المهم ها نتوما عندها القب ديالها، ها هي الصراحه الثوب ديالها زعما كاليتي زوينه، واخا يعني حيت خديتها انا غير من الفراشه البنات، نكون معاكم يعني بكل تواضع. كراج علال اللي بغى يتكسى يمشي لكراج علال، داكشي موجود فيه ما نقولوش خوار البنات، وداكشي عرخه اللي ما بغى كيما نقولوا اللي ما بغى يتكسى. المهم البنات هذه خديتها ب 80 درهم بزز، واحد اخر والله العظيم واحد اخر حسبها لي ب 2400. كنت غناخذها قالت لي اختي زيدي بلاتي تنشوفوا زعما ندورو داكشي، مشينا ندورو ساعه لقينا هاد السيده مسكينه بعت لي ب 80 درهم والله الا خاتها تمهبها. المهم البنات صدقت جيت هنايا مدينتي برشيد، كنت خارجه باش ناخذ لها على باش ناخذ لها يعني السباطه اللي غتلبس مع هذا. المهم كما تشوفوا معايا باش ناخذ لها الصبر ديالها حيت بنت خويا باقا صغيره خدات بحال هاد الشكل، وعارفه بنتي ملي غنمشي لدارنا غتطيح تبكي تقول لها حيدي من رجلك باش نلبسو، تبدا تبكي وتقول لها زعما حيدي راه ليا نلبسو. قلت انا غناخذ لها واحد بحال الكاطا البنات غيجي مع السيرفيطه، المهم تنديرو وناخذ لها الصبر ديالها حنا غادي بانيك لها صافي. كما تشوفوا معايا هذا خديته ب 70 درهم البنات، خديت ليها وافره 26 باش يلا تبقى تلبس فيه وسخون في نفس الوقت البنات يعني تلبس فيه في هذا البرد. فكما تشوفوا معايا في هذا لي موتيف هكا زوين صراحه زويون عجبني البنات، وجنات حمقها مهليه في بنتي هانتوما كما تشوفوا معايا زوينه. درا دابا لا شافتو طحت في تقول لك لبسي لي راه مخازنه عليها الحوايج. صدقت البنات لقيت حوايج جات رخاص على زوينات، وانا بنتي مسكينه ما بقاوش عندها الحوايج صراحه يعني الحوايج هكا كاع كلشي طابو ليها وداكشي ما بقيتش شحال ما بقيت كسيته. المهم انا صدقت خديتو ليها هو ب 30 درهم بحال الفولون البنات كما تشوفوا معايا في هاد لي بابيون، يعني هاد العيد صراحه الحوايج موجودين البنات كما تشوفوا معايا. غنشارك معاكم الحوايج اللي خديت ليها، ها هو كيجي هكا على هاد الشكل هانتوما البنات. ايوا البنات صدقت لقيت ليها في نفس هاد العزله لقيت تريكو هذا هو اللي كاين. ها هو البنات شوفوا كي داير، شوفوا كي دايره البنات، قولوا لي في التعليقات ها نتوما كي جاكم 30 درهم البنات، ها نتوما على مزيناتو سخون مجموعه البنات. اذا خساركم كان عشي واحد في الكبر قدي انايا اللبسه والله موت اللبسه كيحمق البنات. شوفوا يا البنات الله سخون على مزيناتو البنات، شوف شوف شوف
مجموع من اليدين وعندو هادشي، هي جنات غدا غتصبح مأنتكا هكا تتشعل تجدو معاكم وتقول لكم السلام البنات كي دايرين لاباس انا ماما كسيتني تهلاتي جوج لبسات. المهم كيما تشوفوا معايا على مزوينات البنات هانتوما في هاد الشابو هكا وفي هاد البوردو، ونيت خديت ليها هذا اختي قالت لي هانتي حنا لقينا ليها غير جيا اصورتي بحال تقولي اللبسه خارجه معاه البنات. المهم حتى غدا ان شاء الله ملي اللبسه راه غتشوفوا اللبسه كيفاش غتطلع عليها ان شاء الله، وغيجي حاجه مخيره البنات مع هاد الكاط يعني غيجي معاه زويون. صافي هادشي اللي خديت ليها البنات، وخديت ليها بوندو لي زاكسيسوار راكم عارفين ديال داي الصغار كتبغي تاخد لي عصويك معاك تلصق لي على السويكات ديال هكا ملي كتجمعوا خواتاتي غدا ان شاء الله كلشي كيجمعوا خواتاتي كاع يعني مجوجات كيجيبوا ولادهم، وانا ندي بنتي مرت خويا مع ولادها تما في الدار كيتلاقاو كتنوض الرباقه يا بابا ماما كتولي تقول لك انا غنزين اخويا الدار ونخليها ولادكم صدعوني ولادكم برصوني، نقول لها ماما واش بغيتي نجيو بلا ولادنا؟ ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم انا الا لا شيماء اشنو شريت؟ المهم انا شريت بيجامه غنشارك معكم، انا غنوض نجيبها وغنوريكم نيت هذوك هذوك البنات اللي سولوا لي عليهم دوك السيرفيطات، راك نيت ضربت بهم التصويره حطيتها لكم في الانستغرام، والبنات اللي ما متابعتنيش في الانستغرام دوزوا عندي الانستغرام هو شيماء فلوغ. المهم خديتهم واحد الثمن ما نقولش لكم خيالي، وغنقول لكم منين غتاخذوهم وردوا عليهم هاد التصويره انا غنخليها لكم هي هذه. شوفوا كي جاتني السيرفيطه ايوا نتلاقاو ملي نجيب الحوايج دابا شوفوا التصويره. المهم البنات انا رجعت لكم جبت لكم لي زاكسيسوار، خديت ليها هاد البوندو يا البنات غدا ان شاء الله غتبيع لكم جنوته دايراه ان شاء الله كيحمقوني انا هاد البوندوات البنات ديال ديسار، خديتو ليها بخمسة دراهم البنات كما تشوفوا معايا على مزوينات. المهم خديت انا هاد الفيلي باش نجمع به الشعير وخا كاع قطعته البنات كنبغي الشعر طويل كينوض كنحشو. المهم البنات خديت ليها حتى راكم عارفين ضروري اللي عنده الوليدات يعني كيبغي يفرح وليداتو وبغي يحلق عليهم، خديت ليها البنات هادو هذا واخا ما جاش قدام. المهم عجبتو ليها تخشي في يدها ضحك شويه حتى هي تفرح مسكينه كنبغيو نفرحوا وليداتنا باش حنا كنفرحوا. ايوا انا راه ما نسيتش راسي غنجيب لكم البيجامه اللي خديت ان شاء الله اللي خديت اللي غنلبس ان شاء الله غدا، انا غادي نوريها لكم لكن قبل بغيت نوريكم دوك السيرفيطات نيت هاد التصويره نحط لكم التصويره هنا في القنت، ها الاخرى هنا ها الاخرى هنايا ديال جوج سيرفيطات. صراحه الثمن ديالو ما نقولش لكم ثمن رخيص البنات، واللي ما بغات تكسى عاد تمشي لهاد البلاصه اللي غادي نقول لكم فين. ها انتم البنات انا غادي نوريكم بسم الله ما عرفتش ليكم منين غنبدا. المهم ها انتم البنات راه في لي طاي ها انتم كما تشاهدوا معايا يا الحبوبات ديالي، ها انتم هاد السيرفيطه فيها القب ديالها ها انتم غنحاول نبين لكم كيفاش كتجي. ها انتم البنات يعني كتجي على هاد الشكل وعندها القب ديالها يعني خفيفه البنات سبور. ها انتما نحاول نبين لكم فيها هذا الشكل هكا في اليدين والكم هذا مقبوط يعني مجموع يعني كتجي في اللبسه ديالها زوينه يا البنات. السروال ديالها ها انتما البنات توا فيه هكا في الجنب هذا الشكل هكا مطلوق عادي يا البنات وخفيفه. المهم هذه البنات خديتها ب 60 درهم البنات 60 درهم، قولي واش زعما الثمن ديالها تستاهل الثمن تستاهل كثر صراحه حيت عجباتني بزاف وفيها لي طاي. خديتها نيت انا وخدات مرت خويا حتى هي منها، واخا مرت خويا راه غلط مني خدات حتى هي الطاي الكبيره وانا خديتها الطاي 42. المهم البنات زوينه هذه في الخزي مازال ما بيناش مزيان هاد التصويره غتبين لكم. وخديت غاده غاده وانا صدق خديت معها هاد الزيت لقيت مع البنات غاوتو 260 ريال فين في كراج علاله البنات نوضوا بالي وبنات برشيد ولا اي مدينه ممكن تو غادي لكازا سيروا الكراج علاله راه في داك الشيء ما نقولش لكم واعر البنات عي فراشات وداك الشيء زوين كيحمق وثمن ديال الدراوش البنات كيما تشوفوا معايا هاد الزيف جا معاه مع هاد اللبسه جا زوين راه التصويره كتبين لكم يعني علي ما بغات تلبس هذا خديت تنيت وحده اخرى ثاني عجبوني من حمقوني بالثمن زعما رخيص وانا ناخذ جوجات قلت باش نبدل حيت كنبغيها كنخرج يومين نقضي الغرادات الخدمه هذا قلت بعدا باش نتسخر بيهم ونبدل كما تشاهدوا معايا. ها نتوما ها القب ديالها مجموع مقبوط ها هي دي فيها البياض هكا حتى هي كتجي هكا في اللبسه شتو البنات اليدين ديالها حتى هي فيها هاد الخطوطه هكا يعني هادي البنات هي نفس الثمن ديال هذيك هي سروالها بحال الاخرى عيها الالوان اللي خالفت صراحه كاين حتى الكرونه حمقني الساعه قالت لي اختي صا بركه لك جوج بركه باش تبدلي بهم ثاني ترجعي خطر اخرى. ها نتوما كيما تشوفوا معايا التوب ديالها رطب زوينه البنات هذا لقيت ليها شد نفس داك الديكور ها نتوما البنات فيه الكري
جاتها هو مزيان معاها فيه الكري والاخر فيه الخزي 260 260 قول لي البنات واش الكسوه ما رخيصاش؟ قول لي انا تكسيت من راسي حتى رجليا بقل ثمن ما كاملاش 1400 باش تصير بيطات 260 260 انا لابسه ما قال لا نمشي الحوانت نجيب الغلاله هذه كنقول راجلي راني مهنياك من الكسوه بعدا كنتكسى داكشي رخيص وكنجيب الهاوسات المهم كيما تعالوا معايا ايوا صافي خديت السروال البنات من السراول هذا 42 ساعة جاني شوية مزيرة البنات ولكن ماشي مشكل من جيت الكرش ولكن كيتيري انا خديت كيتيري حيت مع كما تعرفوا تزادي شوية في الوزن يلا يلا باش بعدا كنتي ضعافيتي كيلصق عليك هو هذاك كنتي مثلا غليظة راه كيتيري على حسب لا فورم ديالك كما تشادو معايا ها خديتو ب 90 درهم البنات هانتوما فيها بزواقات هكا من رجلين شي نقول لكم واحد الكلمه البنات شي هذا 90 درهم وتصيد قلت لكم كون ما شريتوش وزدت هذا 1400 صدق واخده جوجات اخرين انا هادو ب 1400 جوج سيرفيطات ما قال لا شري كل حاجه بوحدها لا حتى شي حاجه السروال ديالو لبسي سيري قضي الغرض ديالك سيري تسخري سيري البنكه سيري فين باغا تمشي تقضي الغرض ديالك ها هو دابا بوحدو ب 90 درهم باقي خصني ناخذ ليمون من تحت للصباطه وداكشي عندي بزاف ما نقولش لكم لي بوطات الكاس عندي كلشي داكشي ها انا مع الدري وداكشي ما كتخلينيش كاع نلبس وليت كنلوح ليا عجلابه ولا هكا سيرفيطه دغيا وكنمشي نقضي الغرادات ديالي المهم هادشي اللي كاين البنات في الكسوه نجيب لكم نجيب لكم البيجامه ديال العيد ان شاء الله اللي غنلبس انا غدا ها نتوما البنات شوف كنت خارجه نكسي عاب انت والله ما معوله كاع نشري انا البيجامه ولا هكا صدق تبانوا ليا زوينين دايرين 70 درهم خديت هذا فنيت انا مابقاوش عندي البيجامات هكا شي حاجه جديده تحمر الوجه نمشي بها للدار ديما ماما تقول لي تيات بركه بركه وتلبسي في دوك البيجامات عندك كاع طيبتيهم سيري شري بيجامات جات ديري مع راسك خير نسيت راسي المهم البنات هاي خديتها ب 70 درهم غدا غنمشي نفقص دوك خواتاتي ملي غيجيو من عند الرجالات نقول لهم ها انتم كي جيتكم ها ها انتم راني جايه مكسيه تحبوا عجنات لي مكسيه راه انا ما نسيتش راسي ها المهم البنات كيما تشوفوا معايا خديت الصراحه خديت كاين اللي فيها البيض من هنايا انا حيت عارفه راسي عندي طربيه كتاكل الشوكولاته هذه يعني كتحط يد عليا وداكشي فضلت ناخذ هذا اللون هكا البوردو على اساس باش يصبر ليا الوسخ يعني واخا تحط يد ولا شي حاجه يعني ماشي اي حاجه والله العظيم الا قلت لكم البنات يوميا خاصني نبدل البيجامه يوميا ضروري واخا تكون نقيه خاصني نبدل علاش حيت مع كتملك باليدين ديال جنات سواء صفوريه ولا ماكله ولا مرقه ضروري تقيسني كطبعني يعني خاصني ضروري نبدل كما شوفوا هذه بعدا غتصبر شويه العفن هانتوما جات زوينه يا البنات السروال ديالها ها هو السروال سخون مقطم البنات ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات كنتمنى تكونوا ضحكتوا معايا في هذا الفيديو القصير وما يكونش طويل عليه يعني طويل وما يجيبش لكم ملل فغادي نحاول نحبس دابا باش ما يكونش الفيديو طويل فما تنساوش انكم دوزوا عندي الانستغرام مرحبا بكم شيماء فلوغ والسلام عليكم ما تنساوش لي لايك ديالكم كنبغيكم بزاف نتلاقاو غدا ان شاء الله وعيد مبارك سعيد باش ما كنتمناو ان شاء الله والسلام عليكم.